أهلا بكم في حلقة جديدة من فلسطين هذا الأسبوع، وبدايتنا ستكون مع قضية الأسرى. هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة إلى شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته، حيث يتعرض أسرانا لسلسلة من الإجراءات العقابية بهدف التضييق عليهم والانقضاض على إنجازات حققوها في إضرابات سابقة. وفي إطار الحديث عن الأسرى ومعاناتهم، فإنه من الطبيعي أن نتوقف عند الإضرابات البطولية التي خاضها ويخوضها عدد من أسران البواسل، حيث حطموا كل الأرقام القياسية في الإضرابات المفتوحة عن الطعام. لقد تم تناول الحالة التضامنية في ندوات ومؤتمرات ومتابعات تحليلية التقت جميعها في تشخيص مفاده أن الحالة ينقصها الاستمرارية والمنهجية، إضافة إلى أن عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة من المفروض أن تحرك ملف الأسرى قانونيا على المستوى الدولي استنادا إلى اتفاقات والمعاهدات الدولية. موضوع الأسرى سنعطيه مساحة مناسبة من هذه الحلقة، حيث خصصنا له تقريرين، لكن قبل أن نعرض التقريرين المذكورين وبقية تقارير هذه الحلقة نبدأ بالعناوين. حركة التضامن مع الأسرى تفتقر للمنهجية والاستمرارية. وزير الأسرى يحذر من انفجار الأوضاع في المعتقلات. قرية المناطير نموذج متجدد للمقاومة الشعبية المتصاعدة. دير سمعان الأثرية في كفر الديك في دائرة الاستهداف الاحتلالي. الشاب شادي قاسم يتحدى الإعاقة بالبحث عن عمل فهل يجده؟ إذن نذهب مباشرة إلى تقريرنا الأول، قضية الأسرى الفلسطينيين بخاصة بعد قبول عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحاجة إلى روافع شعبية ومؤسساتية، وبحاجة إلى عمل منهجي على مستوى المؤسسات الحقوقية الدولية لإجبار إسرائيل على معاملتهم ضمن قواعد القانون والاتفاقات المتعلقة بأسرى الحرب. الإضرابات الفردية والجماعية التي تخوضها الحركة الأسيرة الفلسطينية في معتقلات الاحتلال والأرقام القياسية في عدد أيام الإضراب تسلط الضوء من جديد على قضية الأسرى، على اعتبار أن البطولات التي تتجسد يوما بعد آخر في المعتقلات تتطلب حركة إسنادية منظمة وممنهجة بعيدا عن الموسمية والهبات المتقطعة التي تأتي وتذهب بسرعة. ومعلوم أنه حين يلجأ مناضل فلسطيني لإضراب طويل ملحمي ففي ذلك تعريض لحياته لخطر موت محقق إذا طالت مدة الإضراب ولم يتم الاستجابة لمطالبه، حيث أن هذا الأسلوب النضالي هو اضطراري في ظل شبه الغياب للمتابعة الحقيقية لملف الأسرى، لا سيما ذوي الفترات الطويلة والمرضى والإداريين والمعتقلين الأطفال. ولا نقصد هنا المتابعة من خلال بيان صحفي على أهمية ذلك، وإنما من خلال الضغط الشعبي المتواصل والحراك السياسي والقانوني على مستوى المؤسسات الدولية. إن المطلوب متابعة قرارات المؤتمرات التي عقدت مؤخرا بخصوص الأسرى برعاية عربية، لكي لا تظل هذه القرارات حبرا على ورق، فبعد قبول عضوية فلسطين في الجمعية العامة من المفروض أن يتم العمل مع جميع المؤسسات الحقوقية ذات الصلة لكي يتم إجبار سلطات الاحتلال على التعامل مع معتقلين ضمن المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالأسرى، بمعنى أن عضوية الدولة يجب أن يكون لها انعكاساتها وتداعياتها القانونية والسياسية والأخلاقية على قضية الأسرى بشكل عام، وأن يكف الاحتلال عن التعامل معهم ضمن قوانينه وإجراءاته وأوامره. لقد بات الاحتلال وفق التطور الذي جرى على الوضع القانوني لدولة فلسطين يأسر مناضلين لدولة أخرى ويحتجزهم في معتقلات خارج حدود دولتهم، وهذا مناقض تماما للقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة. ما
نرحب في الاستوديو بالاستاذ زياد ابو عين وكيل وزاره شؤون الاسرى والمحررين. اهلا وسهلا بك اخ زياد. اهلا اخي دكتور حسن. هل هناك رضا من قبل الاسرى عن حركه التضامن معهم ام ان لديهم ملاحظات معينه؟ يعني اولا الاسير الفلسطيني في داخل المعتقلات الاسرائيليه الذي ناضل وكافح من اجل قضيه سامي وقضيه نبيل وهي قضيه حريه الشعب الفلسطيني وانعتاقه من جبروت هذا الاحتلال والوصول الى تحقيق الحريه لكل الشعب الفلسطيني، فهو في داخله مؤمن انه وهب حياته وهب سني عمره من اجل انعتاق الشعب الفلسطيني، فحري بكل شعبنا الفلسطيني ان يكون وفيا لمن فداهم حريته في سبيل انعتاقه. حقيقة التحرك الجماهيري مع كل الاحترام لهذا التحرك الجماهيري الفاعل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحالة التضامن الدولية التي بدأت أن تنشط على مستوى الساحات الأوروبية والخارجية والعالمية تضامنا مع قضية الأسرى الفلسطينيين رغم التقدم الذي حصل بها إلا أنه ما زالت أقول أنها أقل من مستوى هذه الأمعاء الخاوية وهذا اللحم الحي الذي يوميا يخسره أبطال طالنا المضربين على الطعام في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي وبتقدير على الحركة الأسيرة الفلسطينية التي كانت وفية لشعبها المطلوب والحري بكل شعبنا الفلسطيني بكل المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني أن يقفوا داعمين ومساندين. وإن كان لي ملامة فأنا أوجهها وبشكل صريح جدا وواضح جدا إلى أحبتي وأخوتي وزملائي من الأسرى المحررين. هنالك مليون فلسطيني خرج من داخل المعتقلات الإسرائيلية، هناك بالفترة السابقة قبل أشهر قليلة خرجت مئات من الأسرى في صفقة جرعات شريط، كانوا بالأمس رفاق الدرب رفاق البرش رفاق السجن في داخل المعتقلات الإسرائيلية، وجزء الأكبر منهم وليس جميل على أحد حصلوا على مواقع حصلوا على مراتب عليا ومخصصات مالية وليس لديهم أي شغل شاغل، فأتمنى دائما وأبدا أن يكونوا موجودين في كل خيمة الاعتصامات الموجودة. طب إذا إلى ماذا تعزو هذا التقصير؟ أخي العزيز بصراحة يجب أن نكون أكثر وفاء إلى القضية التي نناضل من أجلها، يعني هناك خيام اعتصامات، هناك يتقاضى على نظام الصرف من وزارة شؤون الأسرى أكثر من 5000 فلسطيني أي بلا وظيفة، وهنالك قرابة 1000 متفرغ تحت شعار أسير محرر بلا عمل ولا بالوظيفة ويتقاضون مخصصات ورواتب. طب هذول لو حول 6000 بس فقط، يعني نقول هذول اللي يتلقون دعما ومساندة من السلطة الوطنية الفلسطينية بلا وظيفة، لو انتشروا على هالأربع خمسة خيم ما كل خيم بيكون فيها 1000 بها 1000 متضامن. اثنين عندنا حوالي 5000 أسرة أسير فلسطيني جوا المعتقلات الإسرائيلية، لو مثلا كل أسبوع يا أخي أسبوع في الشهر مرة واحدة برضو بنوجد في كل خيمة أخرى 1000 واحد. يعني أحكيها بكل صراحة وبكل خجل أن معظم الوجوه القادمة واللاحقة والتي تذهب إلى خيم الاعتصامات إن كانت في طول كرم ولا في غزة ولا في رام الله هي بلس 10 أشخاص ناقص 10 أشخاص، يعني هذا المشهد العام، يعني معروفين بالاسم بنضل نسميهم، يعني حافظينهم بالاسم، عائلة الأسير فلان وعائلة الأسير الفلاني وفلان فلان فلان من وزارة الأسرة وفلان فلان من لجنة الأسير وفلان فلان من لجنة من لجنة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين وفلان فلان ممثلين الفصائل هذا هو بشكل عام مجمل الموجودين في كل خيام الاعتصام. عند حالات معينة دعوات كبيرة أو حركات أو حدث كبير جدا يحدث تجد يعني يخرج الأمور عن سياقه أوسع، لكن يعني على أساس نكون صريحين. لا مهم هذا الحكي. يعني أخي زياد، بعد عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ماذا تغير على وضع الأسرى من الجانب القانوني؟ كثير الكثير، يعني الكثير بالأمل وليس بالواقع. يعني ماذا يعني بين الأمل والواقع؟ الأمل أننا نستطيع الآن أن نخطو خطوات إلى الأمام بملاحقة كل الإجراءات والجرائم التي ارتكبت من قبل الجانب الإسرائيلي، ممكن أن نكون جزء من معاهدة جنيف الرابعة وسيد الرئيس أصدر أوعز أوامره بالعمل وبسرعة من أجل دخول فلسطين إلى ميثاق جنيف الدولي وأن نكون عضوا فاعلا ومؤثرا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك وكانت دولة سويسرا
من الدول التي اعترفت بنا كدولة فلسطينية، وذلك نعم. يعزز مكانة سويسرا في علاقتها مع الجالية الفلسطينية الحاضنة لمعاهدة جنيف الدولية الرابعة وغيرها. من أجل ذلك والعمل من أجل ذلك بتقدير هناك فرص كبيرة جدا أوتيت أو فتحت الأبواب لاحقا من أجل استثمارها في خدمة قضية الأسرى الفلسطينية. باستثمارها نحن بالتأكيد يعني الآن يعني هنالك اتصالات مستمرة جدا مع مندوبنا في جنيف من أجل تقديم طلب، واتصالات جرت مع المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية والمجموعة الآسيوية من أجل دعم طلب فلسطين في عملية الانضمام إلى معاهدة جنيف الدولية. ذلك سيمكننا لاحقا اتخاذ إجراءات محكمة بعدين محكمة الجنايات الدولية. يعني محكمة الجنايات الدولية وبتقدير الموضوع ليس سهلا كما جميع يعلم، لأنه إسرائيل ليست طرف في محكمة الجنايات الدولية، إنه ممكن أنه حاكم إسرائيل، ولكن ممكن تحدث عندنا زي قصة عمر البشير أو السودان بالتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية عبر أطراف خارجية حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. أي أصبح للفلسطينيين نوع ما من السلاح الشرعية الدولية، وتم الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال وكجسم رسمي معروف حدوده، لم تعد الحدود الفلسطينية مناطق متنازع عليها، ومقاومة الشعب الفلسطيني لهذا المحتل أخذت شرعيات دولية. هذا الموضوع تم تجسيده في بعد الانتصار الذي تحقق قبل أشهر، والآن يجري عملية استثماره من خلال توجهات السيد الرئيس ومن خلال اتصاله بالمؤسسة الدولية، وهنالك طواقم ومن قبل اللجنة التنفيذية تدرس عملية الانضمام وتسجيل التسجيلات القانونية اللازمة للكينونة الفلسطينية من أجل إدخالها في كل هذه المؤسسات الدولية. بالتأكيد دكتور ستعكس ذاتها بشكل إيجابي على قضية الأسرى الفلسطينية. نعم، ونبقى مع قضية الأسرى مع تقرير آخر. تحذير وزير الأسرى عيسى قراقع من انفجار الوضع في المعتقلات جاء على أرضية ما يتعرض له الأسرى من قمع وتنكيل وانقضاض مستمر على حقوقهم التي انتزعوها بإضراباتهم ونضالاتهم. وتستمر الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الأسرى بخاصة المضربين عن الطعام، فإدارة سجون الاحتلال لا تتورع عن استخدام كل الأساليب لزيادة وضعهم الصحي سوءا باستمرار اعتقالهم وإهمال تقديم العلاج لهم. الظروف الأكثر خطرا تلك التي يعيشها 6 أسرى مضربين عن الطعام، أبرزهم سامر العساوي المضرب منذ 7 شهور. وزارة الأسرى والمحررين اتهمت الاحتلال بالعمل على قتل الأسرى تدريجيا في ظل الصمت الدولي. أوضاعهم ليست أوضاعا عادية، معرضين لا سمح الله للموت الفجائي حسب تقارير الأطباء وبالتحديد تقرير الصليب الأحمر الدولي. إسرائيل تتعامل بلا مبالاة واستهتار بصحتهم، وكأنها، وأنا أتهم إسرائيل الآن بأنها تريد قتل الأسرى المضربين. النواب العرب في الكنيسة الإسرائيلية الذين تمكنوا من زيارة العيساوي مؤخرا قالوا خلال مؤتمر عقد برام الله إن العيساوي يتعرض لموت بطيء، غير أنه مصر على الصمود حتى نيل الحرية. استمرار هذا الإضراب حتى هذه اللحظة مع إصرار سلطات السجون والاحتلال على موقفها قد يكون القصد منه استهداف حياة سامر العيساوي. سامر وإخوانه المضربين بيتعرضوا لوضع صعب جدا، وأوضاعهم تتدهور بشكل سريع ومتواصل. شقيق الأسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ 60 يوما يقول إن جعفر مصر على الاستمرار في إضرابه رفضا للاعتقال الإداري رغم الألم والمعاناة التي يلاقيها. تعرض لإغماءات متكررة ودوخان وصداع دائم في رأسه، أطرافه كلها يعني تستنجد، وكل ذرات جسمه متألمة منحنيا، لا يستطيع الصلاة واقفا إلا على كرسي. وفي الوقت الذي يهدد فيه الأسرى بالإضراب الشامل احتجاجا على الأوضاع الصعبة وتعمد الإهمال في العلاج، تتوجه الأنظار إلى تحركات جماهيرية ترفع وتيرة المساندة والدعم للأسرى بفعاليات موحدة ومتواصلة. أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.
يعني أخي زياد، من خلال متابعاتكم يعني جيد نعطي صورة للإخوة المشاهدين عن أوضاع الإخوة المضربين عن الطعام الآن. يعني أريد أن أوضح مجموعة من القضايا حتى الجميع يعرفها بشكل جيد جدا، لأنه يعني يظهر في لبس. الإخوة المضربين لا يطالبون بتغيير وتحسين شروطهم الحياتية، نعم، هم يطالبون بحريتهم. والمضربين مجموعتين، مجموعة سبق أن حررت في صفقة جلعاد شليت، وقامت الجانب الإسرائيلي بعملية اعتقالهم تحت أي ذرائع ولكنها غير دقيقة، قد تؤثر أن يتم إعادة الحكم عليهم مرة أخرى بنفس المدة التي كانوا محكومين بها. فهذا الهاجس الذي يشكل خطرا على هؤلاء المضربين هو الذي دعاهم. كان التفريق بين نوعين من المضربين، أول شيء نوعين، نوع إداري ونوع صفقة شريط. صفقة شريط أنهم هؤلاء الأسرى اللي هو سامر أيمن شراونة مضربين لأنهم كانوا محررين بصفقة جلعاد شليت وتم اعتقالهم مرة أخرى، والجانب الإسرائيلي أو النيابة العامة الإسرائيلية تهدد بعملية إعادة الحكم مرة أخرى الذي حرروا عليه نتيجة توقيع أو وجود كذا كذا أو إدعاءات إسرائيلية واهية ولكنها محاولة لاستغلال الاتفاق الغير واضح الذي عقد بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي حول موضوع تحقيق الحرية. فهؤلاء الأسرى يطالبون بحريتهم وليس تحسين شروط حياة. كذلك أن الثلاث الإخوة في الاتفاق كان يتحرروا وانتهى، يعني يتحرروا على القدر في الاتفاق يتحرروا، ولكن يظهر كان هناك شيء بالاتفاق انه ممنوع كذا الى اخره. قال قيس اسرائيل ان شاء الله سلم على واحد سامر عيسى وسلم على قيس ابو ليلى، يقول اسمه كل عدت اتصالك مع الديمقراطيه او الى اخره مثلا. فبقول لك الادعاءات الاسرائيليه غير مبرره وغير دقيقه وغير صحيحه سمي كيفها، ولكن تم استغلال ثغرات ما في عمليه توجيه اتهامات لهم والمطالب بعمليه اعاده الحكم مره اخرى الذي حرروا بالإضافة إلى ما يتهموا به جديد. فهم يطالبون بالحرية، وكذلك الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بيعتبروا أنهم جماعة رايحين جايين على الاعتقال الإداري، كفى لهذا الاعتقال الإداري. فهي صرخة تمثل كل الأسرى الذين سبقوا اعتقال إداري أو الموجودين حاليا بالاعتقال الإداري، أننا نرفض الاعتقال الإداري ونريد حريتنا، وإذا في عندكم يا جانب إسرائيلي أي قضايا اتهام قدموا إياها وتفضلوا حكمنا عليه. هذا سيف الاعتقال الإداري، السيف السياسي المستخدم ضد كل نشيط كل منتمي لهذا القضية الوطنية الفلسطينية قاعدة إسرائيل تستخدمه كسيف ضارب على رقاب كل أحرار أو كل المناضلين أو كل المجاهدين الفلسطينيين الداعمين والمساندين للقضية الوطنية الفلسطينية. فالقضيتين هي قضايا حرية، يعني عكس مثلا الإضراب اللي حدث مثلا في 17/4 قبل عام، تحسين شروط حياتية. إذن المعركة معركة حرية، نعم. لتحقيق هذه الحرية يجب أن تكسر قرار المخابرات الإسرائيلية وقرار وزارة الدفاع الإسرائيلية وقرار في الحكومة الإسرائيلية وقرار المحكمة الإسرائيلية وقرار القضاء الإسرائيلي حتى تستطيع أن تنتزع هذه الحرية. لكن في حالات كسرة في بعض الحالات السابقة الآن أثناء هذه المعركة لهذه الدقيقة لم تتقدم، يعني غالبا وأبدا، يعني كما حدث معنا مع الشيخ عدنان وغيره وزيك، يعني بيحاولوا يوصلوا لحل ما يكواز بصفقة ما نيابة عامة محكمة، النيابة العامة تتصل مع المخابرات الإسرائيلية بتتصل مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، أوكي احنا بدنا مع شوية ضغوط سياسية تمارس على الحكومة الإسرائيلية، لأن وزارة الدفاع الإسرائيلية هي جزء مكون من الحكومة الإسرائيلية، ما يمارس من ضغط على الحكومة الإسرائيلية ينعكس بذاته على وزارة الدفاع. الآن هل المجموعة الدولية الأوروبية الأمريكية مصر المجموعة العربية ذات العلاقة مع إسرائيل مارست ضغوط لانتصار هؤلاء الأسرى على إرادة هذا السجان؟ بالتأكيد يعني السجان الإسرائيلي ليس من مصلحته ولا يبحث على أن يروحوا، يعني بمعنى لا يوجد ضغوط حتى هذه اللحظة جدية. بالضبط، يعني قاعدة ترتقي هذه الضغوط ترتقي، ولكن بالقدر الذي تمارس به ضغوط على الجانب الإسرائيلي بالمستوى السياسي بالمستوى الجماهيري الحد بالمستوى يفرج عنهم. بالضبط، يعني قديش أخرى الحركة الجماهيرية في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس على الأمن الإسرائيلي وتعكس على الضغوط الدولية الضاغطة على الجانب الإسرائيلي، لأنه هناك مصالح إقليمية في المنطقة، أنا بدأ المنطقة كلها هدوء
يعني تستمر هالاحتلال وانت تضرب له سلام تقول له شلوم مش كعمل كويسة، واسرائيل بدهاش حدا يضغط عليها، واسرائيل ما بدهاش بلا ما اخذ كويس بكره تتامن وروحوا من عندها شهداء ودنيا وردود الفعل الدوليه والعالميه والى اخره زي هيك الى اخره. فانت في هذه المشكله في هذه القضيه يجب تصارع الضغوط الدوليه العالميه على اسرائيل، يجب اشعار اسرائيل ان هنالك شيء تخسره اذا استمرت في عمليه اعتقال، لاننا دائما ما ابدا مع انتصار الاسير على اراده السجان والجلاد، وحري بينا كلياتنا وكل الامه العربيه والاسلاميه والعالميه ان تقف مع هؤلاء الاسرى من اجل ان ينتصروا. وانا بقول لك ما حدا يحمل العرب بجميل لهذول الاسرى الفلسطينيين، انا بقول لك لولا هؤلاء الاسرى الفلسطينيين لاستبيحت الكثير من العواصم العربيه. احنا كنا السد المنيع الامني الذي حمى الجغرافيا العربيه، هؤلاء الاسرى وهؤلاء الشهداء الفلسطينيين كانوا هم السد المنيع المانع من التوسع العدوان الاسرائيلي يمتد جغرافيا وحتى على عواصم عربيه اخرى. فحري وواجب على كل هذه الأمة رؤساء ملوك زعماء دنيا إلى آخر زي هيك أن يضعوا طاقاتهم وإمكانياتهم في خدمة تحقيق وانتصار هؤلاء الأسرى وانتزاعهم حريتهم من داخل السجن الإسرائيلي. الأخ عيسى قراقع في مؤتمر صحفي حذر من انفجار الأوضاع في المعتقلات. يعني هذا عن موضوع آخر. نعم يعني ننتقل إلى موضوع آخر. يعني مش موضوع الأسرى المضربين، يعني هناك أولا يعني موضوع المضربين يعني نلخصه أنه بده ضغوط دولية لتحقيق حرية شعبية لتمكينهم من أنهم يتحرروا. يعني كلام صح. نعم الذهاب الثاني اللي يتهدف فيه الأسرى هو نتيجة المعاملة السيئة. أخي حسن، يعني حقيقة الجانب الإسرائيلي وضع خطة مبرمجة وممنهجة تمارسها الأمن الإسرائيلي ويمارسها ضباط ووزراء إسرائيليين لعملية يعني الضغط على الأسير الفلسطيني وتضييق خناقه. يعني شو الأمن الإسرائيلي بك من هز يقدم الأسجين توجيهي ولا في الجامعة العبرية يستمر المفتوحة البقاء يمارس فيها. شو المشكلة بما أخذ كويس السجين أخذ نص ساعة زيادة شمس أو أنه يدخل كتاب يعني ولا يدخل كتاب ولا أخذ زيك. هناك ضغط وهنالك تحريض داخل المجتمع الإسرائيلي اتجاه الأسرى الفلسطينيين. وشاهدت الفيلم مثلا اللي شافوه الأسرى قاعدين بيأكلوا مع بعضهم، يعني كأنه الأسير مش لازم يأكل، يعني مش لازم يأكل في عقاب رجعي يعني داخل السجن قاعدين بيأكلوا وأحسابهم مش أحساب مصلحة السجون، أحسابهم أحساب أهليهم أحساب المخصصات بتحول لهم إياهم وزارة شؤون الأسرى. وبنفس الوقت بحولوا هذا المشهد وكأنه مش لدراما، مش من حقه يأكل يعني كأنه مش من حقه يأكل. كيف يعني يأكل؟ يعني يعني بدي أسألك كيف يعني يأكل؟ يأكل بسقاطة ولا بهواي ولا مش عارف مش كيف يعني يأكل هذا الأسير الفلسطيني؟ وعملوه فيلم تحريضي واجتماع مجلس وزراء واجتماع مجلس كنيسة وزي هيك من أجل الاختصاص من قضية الأسرى الفلسطينية. عملوا مجموعة عقابات تحت شعار جنرال شريف، كان هناك ضغط في المجتمع الإسرائيلي اليميني اتجاه الأسرى الفلسطينيين إنه يا عمي المثل بالمثل، شريف بزورش. طب يا أخي حدا في غزة منع أهل شريف يروح يزوروه؟ يعني في حدا يعني؟ طب أنا بقول لك كويس على اليوم لو طلبوا أهل شريف يروح يزوروه، أنا متأكد إنه راح يتبكر يزوروه. سمعك كويس يعني؟ فحدا منع راحوا عاقبوا كل الأسرى من قطاع غزة بحرمانهم من الزيارة، مش قاعد كويس؟ وراحوا عاقبوا سلسله منع الجامعه على بدروس الشريف الجامعه العقبات الجماعيه الانتقاميه كلياتها. طيب انتهت القضيه وروح جلعت شريط وتم الاتفاق مع الجانب المصري ان كافه الاجراءات التي اتخذت تحت شعار قانون جلعت شريط الغاها. طب شو الاسباب والمبررات لليوم اسرائيل لم تنفذ كل ذلك؟ يعني شو الاسباب شو المبررات؟ في حاله انفجار يا اخي، كل يوم بيتم اقتحام قسم، كل يوم بيتم نقل بوسطه باصين ثلاث باصات من سجن لسجن، عمليه ارهاق لداخل الاسرى الفلسطينيين، منع مئات العائلات الفلسطينيه من الزيارات تحت حجج امنيه ومش امنيه ودينيه والى اخره، ومنع زيارات وعدم اعطاء تصاريح، حالة العزل الموجود فيها عدد من الأسرى، الوضع الصحي المتدهور في المستشفى. إذا مؤشرات انفجار الوضع قائمة يعني. بالضبط، لأنه في ضغط ضغط مستمر جدا اتجاه الأسرى الفلسطينيين يوميا، يعني بمرش علينا يوم بدون نتلقى خبرا حول قمع أو اعتداء أو محاصرة أو إجراءات عقابية تعرض لها الأسرى في أي موقع من مواقع الحركة. والسؤال الأخير عن الأوضاع الصحية بالنسبة للمعتقلين وبشكل عام والمضربين خاصة. اولا يعني هناك وضع الاسرى المضربين وضعهم خطير جدا، يعني موجودين الان في المستشفى بين الرمل وسروكا ومستشفى اخر في تل ابيب بتدهور صعب الحراك الان عليهم،
هناك تهديد الاخ سامر العساوي بوقف او خاصه ان مده الاضراب طالت يعني وارقام قياسيه هي مش بسيطه يعني. زي هيك سمعت كيف الوضع الصحي خطير جدا. مزبوط الاسرائيليين يقدموا جلوكوز مش جلوكوز شغله زي هيك والاخر اجباري لكل هؤلاء الاسرى الفلسطينيين. هذا اللي مكنهم من ارتفاع حصيله الايام التي مستمره. وهذا من حق المضرب يعني قانونيا ولا يفك اضرابه ولا يعتبر هذا الاسير فك اضرابه. ولكن الوضع الصحي بتدهور خطير جدا. هناك اخبار حول توقف البعض من شرب الماء وتعديل الاقسام العساوي. اخطر شيء في الاضراب على الطعام هي الجفاف. يعني اذا اصبح جفاف لا مش ما يعني موت يعني موت بالضبط. كويس احنا بنحذر بنحمل اسرائيل المسؤوليه. نحن نرغب ونقاتل ونناضل من اجل ان نرى هؤلاء الاسرى الابطال المناضلين في هذه المعركه قد تحرروا منتصرين سالمين غانمين عائدين على اكتفنا كاحرار. ولكن نحذر الجانب الاسرائيلي تحذيرا شديدا جدا من كارثه في المنطقه اذا خرجوا على نعوش. هذا الجانب الاسرائيلي عليه ان يتحمل مسؤوليه الاثر والانفجار في المنطقه اذا اي من هؤلاء الاسرى الفلسطينيين خرج على نعشا وليس حيا. تكون تغيرت يعني قواعد اللعبه. استاذ زياد اشكرك شكرا جزيلا على ما قدمته من شرح وايضاحات حول اوضاع معتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال. اما الان فنذكر بالعناوين المتبقيه. قرية المناطير نموذج متجدد للمقاومة الشعبية المتصاعدة. دير سمعان الأثرية في كفر الديك في دائرة الاستهداف الاحتلالي. الشاب شادي قاسم يتحدى الإعاقة بالبحث عن عمل فهل يجده؟ المقاومة الشعبية تتسع وتتطور ومن نموذج قرية مقاومة إلى آخر. التقرير التالي يسلط الضوء على تجربة قرية مقاومة جديدة. لم يمهل الاحتلال الفلسطينيين 24 ساعة إلا وتدخل سريعا في قمعه لهم. بعد إقامتهم لحي المناطير على الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية بورين جنوب نابلس، لتندلع مواجهة عنيفة بين المتظاهرين من جانب والمستوطنين والقوات الاحتلالي من جانب آخر. والله احنا طالعين عند الخيام فوق قاعدين، وبلش الجنود يقربوا علينا شوي شوي، يضربوا علينا مسيلات، وصارت المواجهات وتطورت هاي الشغلة. كنا نتوقع انه يوقفوا حاجز الجيش ما بيننا وبين المستوطنين، الا انه الجيش تصرف بطريقة قمعية جدا ما اسفر عن اصابة مجموعة من الشباب. انشاء حي المناطير جاء بعد السيطرة الاحتلال على اكثر من 2000 دنم من اراضي قرية بورين لصالح المشاريع الاستيطانية التي تستهدف كل يوم الاراضي الزراعية اما بالتدمير او القلع المزروعات او حرقها. الجيش بينزل قدام المستوطنين بكل هاي المنطقة عسكرية ممنوعة يعني حدا ينزل، وشوي شوي يعني هالايام ربيع زي ما انتم شايفين الناس بتحب تطلع على الجبل وكذا، خمس دقيقتين ما الواحد يوصل بالجبل فوق بتلاقي الجيش صار عنده والمستوطنين نازلين، يعني حتى عدد كبير من أشجار الزيتون تم اقتطاعها. أقرب نقطة اللي ما بيننا وبينها حوالي 500 متر بتضايقنا في كل يوم، بتحد من نشاطنا كل يوم، نشاطنا في الحياة الطبيعية، نشاطنا في أكل لقمة الخبز، نشاطنا في قطف حبة الزيتون. تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بحق القرى الفلسطينية التي تمثلت اليوم بالاعتداء على أهالي قرية بورين. ذنبهم الوحيد قالوا لا للاستيطان. سماح أبو عقر، تلفزيون وطن. المعالم الأثرية الفلسطينية طالما تعرضت للاستهداف والسرقة في محاولة لتزوير التاريخ وتجييره لخدمة روايات وأساطير. موقع دير سمعان الأثري في كفر الديك مثال آخر على استهداف مواقعنا التاريخية.
هل أتاكم حديث خربة دير سمعان الواقعة على أراضي بلدة كفر الديك والتي أضحت ضمن المواقع الأثرية التي يستهدفها الاحتلال بشتى الوسائل العنصرية من سرقة للآثار الفلسطينية وتغيير معالمها وتحويلها إلى موقع سياحي إسرائيلي؟ لدينا كافة الأوراق والثبوتية بملكية هذا المكان. السلطات الإسرائيلية ظلت تنقب في هذا المكان للحصول على أي إثبات أو دليل على وجود اليهود في هذا المكان من قبل، والحمد لله رب العالمين لم يتمكنوا من الحصول على أي دليل يمت لهم بصلة في هذا المكان. تحفة فنية مرصوفة بعقلية هندسية تدلل على أنها كانت يوما تعج بالحياة، كهوف محفورة بالصخر وآبار مياه ضخمة مهدمة يعتقد أنها كانت مركزا تاريخيا مهما. يبلغ عمر هذا الموقع حوالي 1500 سنة حسب المؤرخين. هاي المنطقة اسمها منطقة دير سمعان، والمنطقة حسب المعلم الأثري فهي منطقة استراتيجية بالنسبة للمعالم الأثرية القديمة الموجودة بالمنطقة. أصبحت هذه المنطقة مصادرة من قبل قوات الاحتلال من خلال وضع الأسلاك الشائكة حولها، ولذلك نطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضمها لقائمة التراث الفلسطيني وضمها إلى منظمة اليونسكو للتراث. ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية فرضت سيطرتها على الخربة منذ 18 عاما وتحرم مالكيها ووزارة السياحة الفلسطينية من الوصول إليها. تمت مخاطبة اليونسكو من قبل وزيرة السياحة والآثار قبل شهرين حول التهديدات التي تطال هذا الموقع الأثري وضرورة تنظيم جهد دولي وفلسطيني محلي من أجل الحفاظ على هذا الموقع ووقف التمدد الاستيطاني في محيط موقع خربة سمعان. تدمير ممنهج يتعرض له الموقع الذي أحيط بثلاث مستوطنات كبرى غدت مبانيها على مرمى حجر واحد من حدود الموقع التاريخية. في دائرة الاستهداف الاستيطاني بات هذا الموقع التاريخي، فإرهاب الدولة الذي يمارس بحقه يهدف لتغيير تضاريس خارطة المنطقة وتزوير التاريخ وإعادة تشكيله وفقا للرواية الإسرائيلية. من خربة دير سمعان جنوبي مدينة نابلس، حمزة السلايمي، تلفزيون وطن. أما الآن فنذكر بالعنوان الأخير. الشاب شادي قاسم يتحدى الإعاقة بالبحث عن عمل فهل يجده؟ شادي قاسم شاب لم تجعله الإعاقة يجلس في البيت منزويا يندب حظه، بل سعى ويسعى للحصول على عمل يوفر له حياة إنسانية كريمة حتى يتسنى له التغلب على الإعاقة. نهار آخر يقضيه شادي قاسم في بلدته عقابة قضاء طوبس، لكن لا جديد يعيشه هذا الشاب الذي يعاني إعاقة منذ صغره حرمته إكمال الدراسة، لكنها لم تحرمه إرادة قوية للحياة.
أقرب يوم الدير من سنتين ومطلب وحتى يعني بكت مثل ما كان أخبجي بخان جلي لجوبة ورحت عمان عملت عمليات ترى حتى 26 سنة ما رشت يعني لا في شغل ولا وظيف ولا شيء. اضطر شادي لترك المدرسة منذ الصغر بسبب تلقيه العلاج. بحث بعد ذلك طويلا عن وظيفة تراعي الإعاقة ولكن عبثا. في قرار من رأيت تعيين 5% من عند المعاقات. قدمت مرتين في محافظة تبات وقدمت في المقاطعة وقدمت يعني فيش حدا أحد معاقين. وعلى الفاضي كله يعني اللي بطلبه بس وظيفة أقدر أعيش منها يعني أعتمد على حالي حتى على إني زي الناس يعني إني بقدر بشتغل بدأ أخرج بدأ مثل مضغطه بدأ جوات لازم خالي شغل يعني بس اللي بدأ وظيفة. شادي واحد من 4 أخوة يعانون ذات الإعاقة الحركية في عائلة مكونة من 10 أفراد تحيا وضعا ماليا صعبا. وضع مادي سلامتك ما فيش نهائيا. الشؤون الاجتماعية وعدوا يساعدونا في الدراسة الأولاد ما ساعدوناش نأخذ من الشؤون 600 شيكل كل 3 شهور. على زمان إسرائيل كنت أشتغل وكان الوضع معي مليح وكنت أساعد الناس مش أطلب مساعدة من حدا بس الوضع حسيت صفر والعائلة كبرت والوضع الحمل عندي زاد صرت بدي مين يساعدني بس في أولادي يعني بديش شيء أنا ما بدي أتنعم ولا بدي أعيش حياة لا أنا بدي بس أولادي بدي بس من الأولاد يساعدوني أعلمهم لأن هذول بس إلهم التعليم غير التعليم لهم مش وبد وظيفة لشادي اللي يعتمد على حاله يحس حاله بني آدم زي هالعالم هاي بأي مؤسسة يحطوه. الأخوان أمجد ومؤمن تمكنا من التغلب على الإعاقة ودخول الجامعة لكنهما لم ينجحا في الحصول على أي تسهيلات في ظل العجز عن دفع الأقساط الجامعية. الدراسة الحمد لله يعني بس صحيح انه يعني ابوي بصعوبة بدبر القسط ومصاريف الجامعة بس يعني الحمد لله كل شيء الحمد لله. بالنسبة لإعاقتي يعني الجامعة عاد فيها مش مكدمين أي شيء زي هالطلاب عادي. مؤمن 800 دينار كل فصل الجامعة الأمريكية وبدرس علم حاسوب 800 دينار دين تندين من دين الناس والله ومن واحد من الزبد. وأمجد أول خصم 270 دينار بالقدس المفتوحة وبدهم كل يوم مصاريف حوالي 40-50 شيكل بس أجر الطرق يوميا والله ال50 شيكل والله مرة بالكاين أعطوهم إياها. أخوي عنده دكان بس حب منه للدار صار الدين عليه فوق 8000 شيكل للدكان ونكون نتحمل بعضنا مش مشكلة. وضعهم ما بيسمح يعني يقدر يدفع وفي نفس الوقت بده يعني بده ياكل بده يشرب بده يعني بده يشتري بده معيشه فمنين بدهم يجيبوا؟ وعدوهم اكثر من ناس واكثر من جهه انهم يساعدوهم على الفاضي. قديش وصل عليهم؟ فوق 8000.
حدا بتبر لو حدا ثاني بتبروش بس يعني شو بدنا ناخذ وفش يعني زمان خلف عمي وخالد وابوي فش يعني شغل فش ولا ايش اللي يعني دخل يعني منيح. استنفذت العائلة كل سبل المناشدة والتوجه للمؤسسات الرسمية والأهلية، غير أن الردود الجامدة واللامبالاة ضاعفت المأساة وزرعت اليأس. بس مساعدة لمؤمن في الأمريكية بالقصد تبعه وشادي يتوظف في أي مؤسسة ولو بأجر رمزي، بس هذا بدي بديش. الآن فنذكر بالعناوين التي وردت في هذه الحلقة. حركة التضامن مع الأسرى تفتقر للمنهجية والاستمرارية. وزير الأسرى يحذر من انفجار الأوضاع في المعتقلات. قرية المناطير نموذج متجدد للمقاومة الشعبية المتصاعدة. دير سمعان الأثرية في كفر الديك في دائرة الاستهداف الاحتلالي. الشاب شادي قاسم يتحدى الإعاقة بالبحث عن عمل فهل يجده؟ انتهت حلقة هذا الأسبوع، في أمان الله.